احنا النادي الاهلي، الواحد فخور ان هو بيشتغل جوه النادي الاهلي. احنا من ولاد النادي الاهلي، وبنحاول ان احنا بنشتغل في سيستم وبنشتغل في منظومه كبيره جدا، كل واحد عارف دوره ايه. الحمد لله يمكن نهايه السيزون اهوت، الحمد لله ربنا بنتكافئ وربنا بيكرمنا. بنتعب من اول الموسم، كل واحد محطوط له اطار بيمشي فيه، ما بنخرجش بره منظومه النادي الاهلي. مهم جدا القيم والمبادئ بتمشي على كل الولاد الصغيرين، على المدربين، على الاداريين، على العمال. ما فيش حد بيقدر يطلع بره منظومه النادي الاهلي. الحمد لله، الحمد لله السنه دي نهايه السيزون خدنا بطوله منطقه الجمهوريه، بطوله الجمهوريه في نادي الصيد، البطوله الدوليه. كانت بطوله كبيره فيها نادي الزمالك ونادي المقاولين ونادي انبي. الحمد لله ربنا كرمنا وخدناه، ونكرم كمان على بطوله منطقه القاهره خدناها بفضل الله. والاداء الجيد والمشرف في دوري دبي، يمكن لو كان معانا عدد لعيبه اكبر شويه كمان كانت الدنيا تفرق معانا هناك اكتر من كده، لكن قدمنا نتائج كويسه. كسبنا كندا 3، وكسبنا الشرق الاماراتي 4، وخسرنا من سلتافيجو. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، نتائج كويسه وموسم كويس جدا، موسم موفق الحمد لله. وان شاء الله بنوعد جماهير النادي الاهلي ان احنا من قطاع البراعم هنطلع لعيبه كويسه جدا. بشكر كل المسؤولين عن الموجودين جوه النادي الاهلي، الكابتن دكتور عمرو ابو المجد، والكابتن محمود صالح، والكابتن خالد جدالله، وطبعا حبيبنا واللي قايم بدور كبير جدا معانا الكابتن تامر حفني في غيابه، كل المدربين وكل العمال. وبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويبقى موسم سعيد علينا كده ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الحمد لله. في يوسف عفيفي من اللعيبه اللي ما شاء الله، اللعيبه اللي ننتظرها مستقبل باهر، ولعيب كبير ما شاء الله عليه، لعيب عنده امكانيات عاليه جدا في النواحي المهاريه والنواحي الخططيه. وكمان عندنا سيف اتكرم، سيف ايمن كمان اتكرم في صفحه ميتاليك احسن لاعب، وعندنا احسن حارس مرمى. وغير بقى الولاد دي كلها، في لعيبه كويسه جدا، في معتز، في مارادونا، في يوسف جمال، في محمد رأفت، في يحيى، لعيبه كلها ما شاء الله على اعلى مستوى. ويعني ان شاء الله بنوع الجمهور الاهلي ان احنا نطلع لعيبه كويسه جدا تفيد النادي الاهلي ان شاء الله بمشاكل. هو اكبر تكريم لينا يعني وجودنا في نادي كبير زي النادي الاهلي، نادي القرن. بنستفيد خبرات مع قامات كبيره، الدكتور عمرو والكابتن محمود صالح والكابتن تامر والكابتن اكرامي، طبعا خبرات مش ممكن تلاقيها في اي مكان. انا الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني بجائزه احسن مدرب حراس مرمى السنه دي، وبرده من خلال النادي الاهلي وانضميت، مسكت منتخب 2008 القاهره، والحمد لله برده ربنا توجنا ببطوله مع 2007 و2008. هو الحمد لله رب العالمين، هنا احنا شغالين منظومه النادي الاهلي منظومه كبيره. انا مسؤول انا وزميلي محمد فتوح على حراس مرمى قطاع البراعم كلهم، جميع الموالين. الحمد لله رب العالمين معانا برنامج عملوه لنا الكابتن اكرامي ماشيين عليه. البرنامج ده طبعا احنا بنطبقه على الاولاد، بنطبق الجانب المهاري والخططي، والحمد لله قدرنا نعمل مجموعه من الحراس كبيره، سواء مواليد 2007 و2005 مع الكابتن فتوح، 2008 و2007 معايا. معانا حراس على مستوى عالي، اغلبيتهم انضموا لمنتخب القاهره، منهم عمر احمد شوقي 2008، منهم سيف عاصم 2007، منهم ابو جريشه وفتح 2006. عناصر مبشره للخير، ان احنا الهدف الرئيسي اللي قدامنا اعداد جيل من حراس مرمى يفيد المنتخب القومي والنادي الاهلي الفريق الاول يعني. فالحمد لله رب العالمين عندنا برنامج ماشيين عليه، والحمد لله الفتره الجايه يعني ان شاء الله هيكون في طفره بحراس المرمى في النادي الاهلي يعني ان شاء الله.